السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وهذه فرصة، فرصة الحمد لله بلادنا غادية في واحد الاتجاه ديال عهد جديد. احنا دائما كنتمناو أن الخير إلى الأمام، رغم ظروف مرت صعبة ولكن عندنا دائما الخير إلى الأمام. كنقولوا ما مضى مضى، ولكن دائما الأماني المستقبلية، لأن لولا ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. عندنا أمل كبير على العهد الجديد مع هذه الحكومة التي سوف تنصب في هذا اليوم، يوم الجمعة. اليوم غتكون افتتاح الدورة البرلمانية بالرئاسة الفعلية لجلالة الملك أمير المؤمنين محمد السادس حفظه الله ورعاه، وغيتم تنصيب الحكومة إن شاء الله تعالى بالقوانين ديالها. وتشكيلة الحمد لله تبدو أنها متميزة ومتنوعة، وفيها حضور نسائي قوي، يعني تقريبا ثلث ديال الأعضاء هم من النساء. هذا مما يرضي الحركة النسائية في المغرب. كانت تطالب دائما بأن المرأة تكون في موقع الريادة. الحكومة دارت واحد البروفيل جميل، وكنتمنوا إن شاء الله تعالى الانطلاقة ديال العمل تكون أقوى. يوم جمعة مبارك، هذا تزامنا مع الجمعة وتزامنت مع فاتح شهر ربيع الأول. يقول لك من يمن الأعمال والمشاريع أنها تتزامن مع الأيام المباركة. هذا يوم جمعة وافق يوم افتتاح شهر ربيع، بزوغ هلال شهر ربيع الأول، ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغادي يكون إن شاء الله الانطلاقة. تابعنا هذه الأيام كلها الانتخابات الداخلية للأحزاب، الجماعة استقرت، دابا أراك العمل. وخصوصا العالم القروي، السلح السني نقل لنا بعض الاحتياجات على الساكنة المحلية. هاد الساكنة المحلية يعني ما كيطالبوش بالمستحيل، كيطالبوا بواحد الشيء اللي هو بسيط جدا، هو الله سبحانه وتعالى تكفل به، لأن الماء راك يجي من السماء، وربي عز وجل جعله في البحار والمحيطات والأنهار والآبار. الماء لا يصنع، الماء هبة ربانية، لكن الله عز وجل قال لنا وما أنتم له بخازنين، أنزلنا إليكم من السماء ماء طهورا، إلى أن قال وما أنتم له بخازنين. يعني المفروض أن الناس اللي هما في الأقاليم الفسحة المائية والفرشة المائية اللي غتجي عندهم يخزنوها ويتهلوا فيها ويحاولوا يستثمروها وينفقوها بطريقة عقلانية حتى يستفيد منها أكبر قدر ممكن من الناس. راكين بعض الجهات ربما الماء عندهم وجود وما عارفش القيمة ديالو، كاين اللي كيغسل السيارة ديالو بأرطال ديال المياه، كاين اللي كيبقى يدوش ويكب عليه الماء ليل ونهار، كاين اللي كيسقي الجردة ديالو بواحد الماء، واحد الكمية هائلة، وكاين اللي ما لقاش جرعة ديال الماء الشروب، وكاين اللي كيبغي يتوضا وما كيلقاش وكيتيمم في العالم القروي. هذه فرصة كنطلبوا إن شاء الله تعالى هؤلاء الناس اللي صوتوا عليهم الناس وطلعوا في الانتخابات. في الحقيقة راه ماشي الناس اللي صوتوا عليكم ونجحتوا، راه ماشي للانتخابات اللي طلعتكم، وإنما الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى اصطفاكم واختاركم ووضعكم في موقع المسؤولية. طوبى لكل من عمل صالحا واجتهد بالليل والنهار وأبدع ولم يدخر جهدا، طوبى له. غادي يكون في الدنيا من المشكورين، وفي الآخرة غادي ترفع في مقام علي على منابر من نور، نورهم تقشعر منهم الأبصار. فهذه فرصة لمن اللي بغى الخير ديال الدنيا والآخرة، أننا نعمل على إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة وتوفير المواد الأساسية للمواطنين. نبدأ أولا بإعادة النظر في السلع الغذائية اللي في غفلة من الناس عرفت واحد ارتفاع صاروخي
مواد غذائيه كثيره، زادوا فيها 3 دراهم 4 دراهم الزيت السكر الدقيق، هذا مقلق ومؤثر على الطبقه الفقيره اللي لاباس عليه ما يشعرش بها. راه كيمشي يتقدم للاسواق الكبرى وتكيجمعوا ليه التوتال وكيخلص بالشاك ما شعرش بها. لكن داك اللي كيجمع بالدراهم وبالتقسيط راه كيعرف ما قيمه الدرهم لان ما عندوش اصلا. هذه فرصه ان شاء الله نبداو الاصلاحات ثم وغنتحولوا الى اقليم غفساي مع سيدي احمد. الو السلام عليكم الحاج. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحاج طيب من اطيب خلق الله. الله يطول عمرك سيدي سيدي احمد. إن بركة وخليك لنا، وتحياتي للأستاذ الكبير لمستقبل المكالمات وقاعد الأطر ديال إذاعة مترادي. بارك الله فيك أخويا. الله يطول عمرك يا أستاذي، الله يطول عمرك، عزيز علينا وغالي، وكنتمناك حماك ديما هضر على الناس ديال العالم القروي. يا ربي يا ربي ينزل عليهم المطار ديال الخير هاد الأيام المباركة. أي دابا الحسوني أحمد كيتذكر أنا في جامعة سيدي يحيى بن زروال. الله أكبر سي الحسوني الرجل الفاضل الرجل الوطني الغيور. دعي معنا واحد الدعي والله يطول عمرك، وحنا دابا حنا بالجامعه جالسين كنطالبوا بالماء، ما عندناش الماء هذه شي 4 سنين وحنا كنغوتوا على الماء. لا اله الا الله. 4 سنين اللي كنتعذبوا الوحده اللي حنا كنتجالوا بالبواحد غير 5 متر والله الا الوحده اللي الجد اللي قسمت لك والله ديال حد دعي معنا واحد الدعي الله يا ربي. راه جات واحد الجامعه جديده نشوفوا الله واش يدخل لنا شي ماء، ولا حنا دابا جالسين في بالجامعه. سي الحسوني المكتب المسير للجماعه واش استقر بعد الانتخابات الداخليه وغيرهم استقروا دابا حاليا؟ سلموا المهام ديالهم. استقروا وكنطلبوا منكم انتم اللي تعاونونا في الدعوات. يا ربي يا كريم باذن الله. يا ربي باذن الله. الدعوات ديالكم كتوصل لان بلان الطيب كيطيب الله. يا رحمن يا رحيم باذن الله الواحد الاحد. يا استاذي احنا دابا جالسين والله الا جالس بالجامعه 4 سنين دابا كنتعدوا على حسابنا والله الا 4 سنين بالله يا استاذي. لا اله الا الله. 4 سنين دابا احنا جالسين كنمشيو نسعوا هنا على الماء، كنبات الوحده اللي الناس كتجاري على ناعسين احنا كنجاري على غيطرو ديال الماء. لا حول ولا قوه الا بالله. المرفه ديال الحاج الدار معنا والله يطول عمرك والله يخليك لنا بركه زعما بارك الله فيك. راه في زعلينا وراه في الدم ديالنا. جزاك الله الف خير، الله يرحم الوالدين، الله يدورك بنور الله. شكرا سي الحسوني، نطلب الله سبحانه وتعالى من فضله ومنه ينزل علينا امطار الخير، وندعيه الله تعالى جميعا ونقول اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قولوا معنا جميعا أمين 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 يا رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.